على الصعيد السياسي، تؤكد عدة منظمات مدنية في تونس ارتفاع مؤشرات الفساد بعد الثورة بسبب نقص آليات الوقاية والردع في غياب إحصائيات رسمية تؤكد ذلك. وتقول الحكومة التونسية إن لظاهرة الفساد تداعيات كبيرة على الاقتصاد الذي يعاني أصلا من مشاكل عدة. وسام الدعاسي والتفاصيل. مثل مطلب مقاومة الفساد مادة دسمة في الخطابات السياسية والحملات الانتخابية الماضية، لكن الواقع اليوم بعد حوالي 5 سنوات من اندلاع الثورة يؤكد انتشار هذه الظاهرة بسبب غياب آليات المراقبة، وهو ما أثر على المشاريع الاستثمارية ونسبة نمو الاقتصاد الذي يقدر هذه السنة ب 0.5%. معرفتنا لظاهرة الفساد بصورة يعني دقيقة مازالت مش متوفرة، لكن ممكن أن نقول أنه تأثير على النمو في بضعة نقاط من 2 إلى 4 حسب التقديرات. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقول إن الحلول تكمن في تشكيل مجلس أعلى لمقاومة هذه الظاهرة يضم ممثلين عن السلطات الثلاث، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية بحسب القيمين على الهيئة.